فيلم أخدني أو أخدكو أكيد مشاهدين نايل لايف ونهارك سعيد، بيفكرني بسلندر مليونير، الفيلم الهندي اللي أخد حوالي 8 9 أوسكار عن الأطفال ومشاكل الأطفال. نرجع لأمير واتجاه إجباري. إيه اتجاه إجباري؟ يعني إيه اتجاه إجباري؟ دوت بيعبر بالفيلم، ورسالة الفيلم أصلا بتعبر عن البطل بتاعه اللي هو رامي. رامي ده زيه زي أي كتير من الشباب، طفل صغير عنده موهبة الرسم، تمام؟ كل الناس اللي حواليه، الأسرة، صحابه، يقولوا أنت متوقعين لك إن أنت هتدخل كلية هندسة، فنون جميلة، حاجة بتتوافق مع موهبته. ويفاجأ إن هو دخل كلية تجارة، حاجة غير ما كانش متخيلها خالص. فبيدخل الجامعة، بيعيش الروتين 4 سنين، تمام، اللي احنا كلنا برضو في ناس كتيرة بنشوفهم كده بالظبط، تمام. بيعيش الروتين 4 سنين، مش لاقي نفسه في المكان اللي فيه. بيخرج من الجامعة برضو في نفس المود اللي هو مش لاقي نفسه في المكان اللي هو فيه. كويس. بيتوظف، تمام، وبتلاقي برضو اللي هو انا مش مكاني هنا، انا مكاني مثلا كنت مفروض ارسم كلية هندسة فنون تطبيقية. وده اللي احنا برضو بنركز عليه الضوء، ان احنا المفروض مهما حصلت، مهما الظروف كانت ضدنا، برضو المفروض حلمنا ده لازم هوصل له. نعم. مهما كانت الظروف اللي حواليا لازم اكسر القيود، بمعنى صح ممكن ننحت في الصخر عشان نحقق حلمنا. كويس قوي. واحنا بنناقش الرساله دي من خلال الفيلم، نوجهها للشباب وبرضو للاطفال، اللي برضو الامهات واولياء الامور برضو يركزوا اولادهم. مش مشكله ان انا دخلت كليه ما بحبهاش، بس برضو خلص الكليه، ياخد شهادتي، وبرضو اكمل في المجال اللي انا بحبه. حلو قوي، حلو قوي، وخصوصا ان احنا عندنا ناس او شباب بتصمم ان احنا في مواهب لا، كتيره جدا وممكن بتتدفن. وفي ناس كتيره تبقى عندها مواهب وفعلا قاعدين في بيوتهم مش عايزين يعملوا حاجه بسبب انه لا ما دخلش المكان اللي هو عايزه او ما كانش. بالعكس، بالظبط، المفروض ان هو يستمر وياخد خبرات اكتر في الحياه. تمام. معلش يا استاذه هاله، نوعيه الافلام، انا شايف فيلم عن طفل او مشاكل الاطفال، وفيلم عن مشاكل الشباب وازاي ازاي نستغلهم في ان هم ما يوقفوش حياتهم ويقعدوا في بيوتهم. كان في مواضيع ايه تاني؟ الحقيقه المواضيع كانت متنوعه وثريه جدا، يعني كان في مواضيع تناولت الثوره وتناولت دور الشباب في الثوره، وكان في افلام تناولت مشاكل والتحديات اللي بيواجهها اصحاب الاحتياجات الخاصه سواء من الشباب او من الاطفال. كويس قوي. وكمان كان في افلام بتتناول الطموح والاحلام، وزي ما حضرتك شفت مثلا في فيلم الملك جامعه القاهره كانوا بيتناولوا مشكله، الحقيقه مشكله تمثل انتهاك صارخ لحقوق الانسان وهي عماله الاطفال. تمام. يعني عندما ينحصر حلم الطفل في ان يصبح ملك القمامه، ده انتهاك صارخ لحقوق الاطفال، لان هذا الطفل يفقد حقه في التعليم، يفقد حقه في الحمايه، يفقد حقه في الصحه، في ان ينشا وان يشارك في المجتمع. نعم. وهو لا يجد يعني حلم اوسع من الحلم الذي فرض عليه. فهنا ياتي دورنا بقى كمنظمات وكدوله وكشباب ايضا، يعني هم شباب القوا الضوء على المشكله وضربوا جرس الانذار، ونحن ينبغي جميعا متكاتفين ان نتعامل مع هذه المشكله. غدا، ليه ملك القمامه؟ اشمعنى ده اللي اخترتيه؟ وهل كان في افكار عندك تاني؟ ده مشروع تخرجك. تمام. طيب اشمعنى ده اللي اخترتيه؟ ما كانش في افكار تانية مثلا؟ هو احنا بدايه الفكره جت كنا قرينا مقال في المصري اليوم عن مدرسه اعاده التدوير اللي موجوده في منطقه منشيه ناصر، فروحنا الفكرة المجتمع ده نفسه جذبتنا، فبدأنا ندور جواه لقينا ملايين القصص موجودة جواه. الولد ده أكتر حاجة جذبتنا فيه إن هو رغم إن حلمه ده طبعا مش المفروض إن هو ده يكون حلمه في الحياة، بس هو راضي بشكل مش طبيعي، يعني عنده رضا وقناعة بالحاجة اللي هو فيها، وحابب إن هو يكبر في الحاجة دي. كويس أوي. هي دي طموحاته، هي دي أحلامه، ما عندوش أي أحلام تانية غير ده اللي جذبنا لكده. زي ما أستاذة هالة قالت، ده يعني ازاي طفل يبقى هي دي هدفه في الحياه؟ يعني كان لازم ان احنا نلقي الضوء على حاجه زي دي، عشان زي ما هي قالت بالظبط انه يكون جرس انذار، يا جماعه لا، في ناس هنا فعايشه في المكان ده هي دي احلامها، مفيش تعليم، مفيش اي حاجه تانية، هي دي كل حياته. صورت الفيلم ده في كام يوم؟ دخلنا حوالي 6 ايام تصوير. 6 ايام. وكان مدته في الاخر قد ايه؟ 13 دقيقه. انتوا جروب؟ احنا 16 حد. 16 شخص. تمام. متخرجين عشان تعملوا الفيلم. تمام. طب امير، برضو اشمعنى الموضوع ده؟ هل كان في عده مواضيع تانية مثلا وبناء عليه اخترتوا الموضوع الخاص اكيد كان في كذا فكره معروضه،
واحنا الفكره بتاعت زميلتنا اسمها سلمى الزهري معانا برضه في الجروب، احنا 12 ده طالب. استوقفتنا فكره ان هي الاتجاه الاجباري دوت ان هو بيمس طبقه عريضه زي ما سوده قالت، شباب كتيره جدا بيدفنوا طموحهم ان هم دخلوا مثلا كليه مش عايزينها. فاحنا لقينا ان دوت بجد لازم هنلقي الضوء على القضيه ديت كويس، وتناولناها من